Yeah, and he has spoken. Now I have Muhammadun Udhakar Farashatun Mu'annatun Mu'annat Mufradun Mu'annat Zarafatan Mutanna Mu'annat Muhandisa Mutanna Udhakar Rijal Jama' Udhakar La'ibat Jama' Mu'annat طيب مفرد مذكر من الإشارة التي نستخدم عليه نقول هذا فراشة هذه زرافة هاتان هاتان نعم مهندسان مهندسان نقول ها هذان رجال نعم نقول ما الإشارة التي نستخدم عليه هؤلاء لاعبات هؤلاء هؤلاء الآن هذا اسم الإشارة يستخدم للمفرد للمفرد مذكر وهذه إشارة اسم الإشارة يستخدم للمفرد مؤنث للمفرد مؤنث وهذان اسم الإشارة يستخدم للمثنى للمثنى المؤنث هذان نعم اسم الإشارة يستخدم للمثنى للمثنى هؤلاء وهؤلاء اللاعبة فهؤلاء يصبح إشارة تستخدم للجمع نعم للجمع المذكر وللجمع المؤنث للجمع المذكر وللجمع المؤنث نعطي الأمثلة هذا إشارة للمفرد مذكر وهذه إشارة للمفرد مؤنث هاتان للمثنى مذكر هذان للمثنى أفضل هاتان للمثنى مؤنث هذان للمثنى مذكر هؤلاء للجمع مذكر وللجمع المؤنث نستعمل ونستخدم الإشارة التي يستخدم للمفرد مذكر رأيت عصفورا جميلا نعم عصفور عصفور جميل نعم أيضا معلم مخلص نعم ما سيلف نقلص معلم مخلص اللاعب الفائز اللاعب الفائز طيب هذه هي الجمل أليس كذلك؟ نكتب هنا الجملة وهنا اسم الإشارة التي نستخدم
علينا وهنا المشار إليه وهنا نوعه نعم نوعه المشار إليه نعم وهنا عدده عدد طيب رأيت أسطورا جميلا ما الإشارة التي يستخدم عليه نقول فيه هذا أسطور جميل معلم مخلص ما الإشارة التي نستخدم عليه هذا معلم مخلص اللاعب الفائز نقول هذا اللاعب فائز ما المشار إليه أن يسمع اسم الإشارة هذا نعم المشار إليه أن يسمع تقول عصفور هنا معلم تناسين تقول تقول شيء اللاعب اللاعب نعم نوعه ما نوع عصفور هو مذكر معلم مذكر نعم اللاعب مذكر طيب فعصفور من للمفرد هنا للمفرد مذكر إذا ما الإشارة التي استعملنا هنا أسطور ما الإشارة التي نستخدم عليه نقول هذا وهنا هذا وهنا لماذا هنا هذا لأن الأسطور مفرد مذكر هذا معلم فالمعلم مفرد مذكر هذا اللاعب فاللاعب مفرد مذكر القاعدة نقول هنا القاعدة ما معنى القاعدة القاعدة ما القاعدة يعني القاعدة النحوية كنت تغمر هذا اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد مذكر نعم القاعدة اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد مذكر اسم الإشارة أسي هذا أسرة ومعنى إنسانا حيوانا نباتا جمادا أو غيرها فهمتم مثلا هذا رجل جميل رجل جميل وهذا هذا مكتب جديد وهذا قلم مكسور وهذا هذا سيارة جميلة قلنا اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر فالسيارة مفرد مؤنث اسم الإشارة هذا نكتب سرعة ما معنى نحو هذا كتاب الله وهذا طالب ذكي وهذا
طفلٌ ها جميلٌ وهذا قميصٌ نظيفٌ نعم وهذا أيها الطالب أيتها الطالبات هذا قالبٌ لا نقرر المفردات التي ذكرنا هذا ولد طويل وهذا مهندس مجتهد وهذا نعم في هذا عصفور جميل Iyana papanuka maitu amape panas. Hada muallimun mukhlisun. Iyana muallim gumura mukhlis. Mukhlis. Anong mukhlis sa Arabiya? Yani amal amalahu biwajhillah la biwajhin nas. Hada al-la'ibu faizun. Anong laib? Allah kaibayan kamu Allah kaibayan player kita kita di sungai dia mati di English dan fire itu emiaga sabar nah tenais mul isyarah itu saya kaki osturun jamil si ada muallimun mukhlisun ada Allah ibu faizu ada tenai Musyar ilaih, ini teman tasang ayat. Hada usfurun jemilun. Si? Usfurun. Hada muallimun mukhlisun. Amman musyar ilaih? Muallimun. Hada naibu faizun. Mal musyar ilaih? Ada ini teman tanuk? Si al-naib. Si usfurun. Namufradun. Udakar. Ino sarun si? Hada. Si muallimu nasara tawa mama yaitu usahun ismul isya mana si hada si al-laibu nasara tawa mama ayah ismul isya mana yang nasi hada al-qaida ayah di mana ya nasu ismul isya nasi hada yustafdamu lil mufradi dapat so ismul isya nasi hada nasi ibukusara usahat tawa mama نعم هذا طالب ذكي وهذا نعم لسان قوي وهذا موزون نبيل وهذا كرسي مقصور نعم طيب ما الإشارة التي نستخدمها للمفرد المؤنث؟ نعم نكتب على السطور مثلا رأيت فراشة جميلة تعليها أيها الطالب انسح على السطور تفضل إذا نقول اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد مذكر نعم فلا بد أن تحفظوا اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد مذكر أعيد اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر نعم حسن اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد مذكر نعم قل باللغة الإنجليزية اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر so, اسم الإشارة هذا Nas ibud yusa bubusara seko mufradit al-mudakkar. Naam,
ربما رأيت فراشة جميلة، نعم فراشة، فراشة فراشة جميلة، نعم رأيت طبيبة ماهرة، طبيبة ماهرة، أرأيت شجرة مثمرة، نعم شجرة مثمرة. طيب هنا نكتب الجملة، وهنا نكتب اسم الإشارة، وهنا نكتب الإشارة إليه، وهنا نكتب نوعه، نعم وهنا عدده. الاسم من حيث العدد إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، أليس كذلك؟ ربما رأيت فراشة جميلة، ما الإشارة التي نستخدم عليها؟ نقول هذه فراشة جميلة. رأيت طبيبة ماهرة، ما الإشارة التي نستخدم عليه؟ نقول هذه طبيبة ماهرة. أرأيت شجرة مثمرة، نقول هذه شجرة مثمرة، نعم هذه فراشة جميلة. ما المشار إليه؟ هنا شيء ترون فراشة، هذه طبيبة ماهرة. ما المشار إليه؟ هنا شيء ترون طبيبة، هذه شجرة مثمرة. ما المشار إليه؟ شجرة. طيب فراشة ما نوعه؟ مفرد، مفرد مؤنث. طبيبة ما نوعه؟ مفرد، مفرد مؤنث. شجرة مفرد مؤنث. إذا نقول فراشة مفرد مؤنث، طبيبة مفرد مؤنث، شجرة مفرد مؤنث. طيب ما الإشارة التي نستخدمها للمفرد المؤنث؟ ها نقول هذه، هنا نقول أيضا هذه، وهنا نقول أيضا هذه. هذه فراشة جميلة، وهذه طبيبة ماهرة، وهذه شجرة مثمرة. في لغة الفرناو هذه فراشة جميلة. أنت جينا برو برو ما في فرس. أنت هذه طبيبة ماهرة. سيبي هذه طبيبة ماهرة. يي الدكتور ما بسان. يي أنا دكتور ما بسان. دكتورة ما بسان. هذه شجرة مثمرة. أنت طريبوها. طيب فراشة طبيبة شجرة ما نوعها؟ مؤنث. طيب فراشة طبيبة
syajaratun kulluha mufradun. Idan nuqul fil qaidah, man qaidah ismul isyarati hadihi yustakhdamu atau yustakhdamu laptop apa yustakhdamu lain mufradi anak fayakum ismul isyarat hadihi yustakhdamu lil mufradi muannas atau yustakhdamu lil mufradi muannas في هذه فو اسم الإشارة في هذه نعطب ران كون شرطم ومبين إنسانا ها أو غير مثلا هذه امرأة جميلة وهذه طالبة ها متهجبة وهذه ها muhandisatun mujtahidatun wa hadhihi talibun baridatun la naqul talibun hadhihi talibatun mukhrisatun na'am anta hadhihi ismul haywan hadhihi baqaratun Saminatun Naam ayatun Hadihi Ismul hayawan Dajajatun Mashwiyatun Anta Wahadihi Hamamatun Shagiratun Ismun al-nabat Naam Anta ya Bin Numir Hadihi Inabatun قلنا اسم الإشارة هذه يستخدم أو تستخدم للمفرد مؤنث فالعناب مفرد مذكر فهذه للمفرد مؤنث نعم هذه شجرة نعم جميلة نعم جلنت أنت هذه اسم النبات هذه برتقالة هذه برتقالة رخيصة نعم مبارك أنت هذه زهرة جميلة أحسنت جوهر أنت